عطوني 3 مليون دورة باش نقعد في امريكا هذه رسمي انا نقول تقطع الجزائر انا اختي بلادي لمتنا وهرا على جوج حوايج رياضة وحب البلاد 40 يوما هي مدة مكوت الملاكم الدولي السابق مصطفى موسى في غرفة الإنعاش، مدة قضاها بين أحضان الأطباء الجزائريين الذين نجحوا في أول خطوة معه بعد تعرضه لحادث مرور جد خطير. مصطفى هو كان فيكتيم دان اكسيدون تري غراف على كل حال وراها معجزة الحمد لله اليوم اللي راح حي. وبشويه بشويه قرعناه من الجهاز الاصطناعي لافنتيلاسيون ارتيفيسيال اليوم راه يتنفس بوحده وان شاء الله راه يبدا ياكل بشويه عليه راه بدا يسالي وهذا الريكوبيراسيون تاعو بارابور او ليزيون هادو تاعو يطلب وقت ان شاء الله يطلب وقت شويه وقت في الحياه. الحمد لله موسى راه يتحسن شويه راه دار زاد كل يوم راه يتحسن وحنا نطلبوا الحمد لله عندنا 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 الطبه هنا في وهران الله يسترهم ويحفظهم عندنا الطبه وعندنا الدوله طبه مليح راه تعالج كنت شوف فيه نهار الاول كي كانوا دروك الحمد لله راه مليح شويه راه يتعالج. عائلة البطل موسى شكرت الأطباء الجزائريين على مجهوداتهم التي كانت فعالة مطالبين بنقل الملاكم السابق إلى الخارج من أجل مواصلة العلاج منتظرين الضوء الأخضر من الجهات المعنية خاصة مع تأكيد السلطات لجاهزيتها التامة للوقوف مع البطل السابق. حبيت نوجه رسالة إلى السلطات العليا باش تكفل بالوالد تاعي في الخارج ونشكر كاع الاطباء اللي هنا عندنا في السبيطار اللي وفوا معاه وكاع داروا اللي عليهم دروك شغل ابي تعافى خير من اللي كان الحمد لله باقي غير يكمل العلاج تما. شكر الدوله اللي هي واقفه معاه الحمد لله لحد الان ما خاصها حتى حاجه بصح ما دابينا هذا ولدنا قبل ما يكون ولدنا يكون ولد الدوله شرف العالم الجزائر وشرف الجزائر احنا ما دابينا يتكفلوا به يدوه هم واقفين معاه الطباء في الحق كلش نشكروهم وقفوا معاه باسكو وصل لمرحله اللي زعما ربي شافيه غير ربي شافيه وزعما هذا ما نتمنوا له انا نتمنين واحد من الناس يدو خوينا ما يخلوش كيما هاك. لتبقى امال عشاق الفن النبيل في رؤيه صانع افراح الملاكمه الجزائريه سابقا باول ميداليه اولمبيه في تاريخ الجزائر وذهبيه البطوله العالميه العسكريه والعديد من المحافل الدوليه التي رفع فيها الرايه الجزائريه سالما معافى.